السلام عليكم الأخوة الأخوات. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكملو الرحلة ديالنا، وفي هذه المرحلة إن شاء الله غادي نديرو مع المركز ديال سوق عام، أو اللي معروف بسيدي أحمد المغني، في اتجاه واحد الدوار ولا واحد الجمع ديال الأيتام، مرورا ببعض الدواوير، وعلى من بينها واحد الدوار الاسم ديالو وجدال، والمسافة تقريبا هي 45 كيلومتر. بطبيعة الحال غادي نختصر شي شوية الطريق، باش نديرو باش منطولوش. غادي نديرو جوج ديال الوقفات في الطريق، كاين واحد مكان هكا في الطبيعة، والوقفة الثانية إن شاء الله هي في جماعة إيتاني اللي غادي نعرفكم عليهم، لأن هذا هو أقدام. هنا وقفنا، كاين بالنسبة للسكن كاين مزمرش، والوقفة هي هذي. وقفنا هنا في الرياضة باش تعرفو حتى الحالة ديال الطريق. الطريق بطبيعة الحال هي الطريق الوطني رقم 12 اللي جاية من بني ملال في اتجاه تنغير. هاد المنطقة اللي في نفس الوقت هي تنتمي لإقليم تنغير، جهة درعا تافيلات. إذن فرجة ممتعة، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل. واللي غادي نديرو المرحلة الموالية هي بين هاد جماعة أيتاني و تمتتوشت، غادي نباتو فيها في واحد زوبر شمو، واللي غادي نعرفكم على لي زوبر ديال المنطقة. إذا المنطقة تقريبا كلها معروفة بهاد المأوى ولا النزل ولا لي ميزون اللي كيتسموها لي ميزون دوت ولا لي زوبر. الفرجة ممتعة. السي دريس مازال هبط صاحبي، تهضر مع الإذاعة المغربية. هذا السي دراه المركز ديال أي تاني. شربوا شي قهوة ونرتاحوا. مزيان.